يلا بينا نشوف تقرير، نشوف الخطيب المجنون عامل لنا ايه في الشارع ونرجع تاني بعد التقرير. ايه يابا؟ ايه؟ مالك في ايه؟ متوتر شويه. يا عم ده انت جيت برشطت عليا كده ايه؟ فتحت البرشوت ونزلت. انا بحبك والله ومتابعك على الكوره والناس. ربنا يبارك لك. عندك كائنات برشطات في حياتك؟ الناس اللي بتنزل على حاجه ملهاش ايوه يعني بتخش نفسه في الموضوع وهو ملوش فيه. متعه. اللي هم بيضربوا بلح يعني اللي بيهروا ولا ايه؟ ايه بيضربوا بلح ده معاك؟ الهرايين يعني اللي بيفضلوا يحكوا على ما حصلتش. اسمها بيضربوا بلح؟ اه. انا افتكرت مثلا بلح ده كيف جديد ولا حاجه. لا لا. اكيد اقرب اثنين هم مبرشطين في كل حاجه. مبرشطين في ايه؟ سجاير، دومنا، اي حاجه، كل حاجه. يطلع سيجاره يعني بدل ما واحد هتاخد نصها تروح انت واخدها. انا وهو اه انا لسه عاملينها من شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. يقعدوا معاك على الكوفي شوب مثلا كل حاجه بيطلبوها وياخدوا بعضهم ويمشوا. شغل سنكحه عالي قوي. يجي في الخروجه معهوش ولا جنيه ورميها علينا كلنا بقى. ويجيب زمايله ويطلبوا الحاجه ده ويمشوا. ده بيبقى عايز يتضرب. عاوزه ميت بقى يعني اكل شرب حاجه تكون دي. فجاه كده تلاقيه ما تجيب لنا سندوتش معاكي بالظبط. ميك اب. ايه ده البنات ببرشط في الميك اب؟ شرك لما تلاقي كده اصحابك برشطات كده. لازم ما بقش عليه انا كمان. الله الله. يعني مش قادر يروح القهوه بقول له هروح بالعافيه وكل حاجه مثلا بيكلم صاحبته انا هاجي معاك. لا 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 بالعافيه. ده انت رخي مالك. ما هو صاحبي هيعمل له ايه؟ خلاص هتكلم من امر الواقع ان هو برشط. بالظبط. اذا ما كانش الصاحب يبرشط على صاحبه يبرشط على مين؟ البعد عنهم غنيمه حقيقه. هنبدا نبرشط على بعض يا اخوانا. يعني احنا مش برشط مرة انا برشط التانية. برشطي ولا ايه؟ ايه ده؟ ضربتني ومشيت. انا مستمتع بوقفتي في الشارع. ما شاء الله بقى في بين الخطيب والناس عشم لدرجة انهم بيضربوا بعض عادي. يعني انا شفت خطيبة كده بيضرب حد والناس دلوقتي بتضربه وبتزقه عادي. بس يعني كمان من الحاجات اللي لاحظناها في التقرير ان البرشطة توسعت وبقى عادي جدا وبقى المبرشطين والمبرشطات كتير. فالناس بتتكلم على الموضوع على انه عادي. يعني كنت متخيل الناس تقول لك إيه اصلا يعني ايه برشطه او يعني هي اصلا جايه من باراشوت مش كده؟ اه حد بينزل عليك كده فجاه. الكلمه دي محليه بحته مش موجوده في اي بلد تانية. طبعا مش كده؟ لان هي ابريفيشن بتاعت كلمه فرنساوي وهي تعبير يعني. ما تحسسوناش بعجزنا بالابريفيشن والحاجات. ملهاش معنى في اللغات. بالزبط. ملهاش معنى. يعني قلت يعني ايه برشطه بالانجليزي؟ ملهاش اكسبريشن. ملهاش معنى. لكن هي باراشوت. اه وباراشوت هو الباراشوت. طبعا. ما اسمه ايه؟ باراشوت. باراشوت. بصي انت اللي بتضايقيها وبعدين بتاخدي موقف. انا اسفه بدار. لا اسم باراشوت. لا هي مش متضايقه هي قالتها صح ما فيش مشكله. باراشوت. لكن هو الاسلوب مش لذيذ مش طيب تعال.